ما صنع. لا تسمع لهم لأنك غير محصن من الشبه، لا يوجد عندك العلم ما يكفي. وإن سمعت لهم حدث ما حدث ووقع الشبهة فاسأل أهل العلم، اسأل مباشرة، اسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت لكم سابقا في الجمعة الماضية أن أصح الكتب بعد القرآن عند المسلمين قاطبة بمذاهبهم الأربعة المعتبرة، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أصح الكتب بعد القرآن البخاري ومسلم. ثم يأذن هؤلاء ويقولون كما قال أسلافهم ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. المنافقون، هل مسجدا، هل هناك تعبير عن الإيمان أكبر من هذا التعبير حتى في المسجد؟ مسجد، ولكن كان الهدف منهم تفريق المسلمين وتأليب المسلمين على بعضهم البعض، والذين دخلوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي جمع أولئك الذين في قلوبهم مرض، جمع أولئك الذين يكرهون الدين. ولا يحلفن، خلاص الرسول أخذهم عندما أمر حق هذا المسجد، قال ما أردنا إلا حسن تخفيف المشقة على الناس من ذهاب المسجد البعيد وقت الحرب وقت المسجد. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى مسجد. فإذا أنت لا تقرأ القرآن قد هذه الطرق والأساليب والوسائل تمر عليك، هذه خطب الخطب ننهي عنها، أقرنا فيها الكلام سابقا. الخطة الثالثة من خطط الأعداء كما قلت سابقا اعتبارا حتى الآن قد نجح، لكن اعتبارا وإيمانا ويقينا بما قاله الله ورسوله أن الكرة للمؤمنين وأن الإسلام سيعود كما كان وأن المسلمين سيعودون أمة واحدة وصفا واحدا كما كان.